الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنتكلم عن توتوريال بسيط جدا، وهو الكوماند انجكشن أو الـ RCE ريموت كود اكسكيوشن. الثغرة ديت نادرا لما بتلاقيها في موقع، أو يعني تقريبا مرة كل يمكن سنة ولا حاجة زي كده، أو لما تلاقي ثغرة زي ديت في موقع. طيب الثغرة ديت بتعمل إيه؟ في مواقع زي مثلا واتس ماي أي بي، الموقع دوت بيعمل لك بينج لما بتيجي مثلا تكتب اي بي معين، بيعمل لك بينج عليه، مثلا بيبعت له باكيت يشوف الاي بي دوت مكانه فين، حاجات زي كده. الاي بي دوت مثلا الدومين بتاعه، الرينج بتاعه وصل قد ايه، الباكيت بتاعته التي تي ال بتاعت الباكيت، حاجات زي كده. طيب فالحاجات دي هو بيعملها ازاي؟ بيستنى منك انك تكتب في الانبوت حاجه معينه، اللي هو الاي بي اللي انت عايز تدور عليه مثلا، او حاجه زي كده. وبالتالي هو بياخد الاي بي اللي انت هتكتبه دوت، وبياخده في الانبوت عنده، يعمل شيل اكسكيوت او مثلا اكسكيوت او سيستم مثلا، وكمان باس ثرو، وهكذا. بيبقى مثلا في او 4 او 5 دوال في البي اتش بي عامه بتعمل الكلام دوت، تعمل لك اكسكيوشن كانك ماسك سي ام دي، او كانك ماسك تيرمينال بالظبط. يعني مثلا لو عملت كده، لو انا مثلا عملت مثلا عندي سودو اف كونفيج، هلاقي ان هو مثلا طلع لي الاي بي بتاعي هنا مثلا 104. طيب لو رجعت لهنا وكتبت اف كونفيج، هلاقيه برضو طلع لي الاي بي هنا في حتة 104. لو بصيت على الاصل بتاع الكود دوت، هتلاقي ان فيه شيل اكسكيوت. خليني طيب افتحه ونشوفه. عادي جدا، بوست، بعمل بوست السبميت، وبعد كده بجيب الكلمه اللي هتتكتب في الانبوت عن طريق الشيل، وبعد كده بعمل فار دامب، وبعد كده او ممكن اعمل ايكو مفيش اي مشكله، وبعد كده بعمل شيل اكسكيوت. طيب الشيل ده مش متفلتر، فمشكله ان الشيل ده مش متفلتر ان اليوزر او الاتاكر، لو يوزر طبيعي هيخش يكتب الاي بي بتاعه وعادي، هو كل اللي عايزه انها خدمه ويكتب الاي بي بتاعه بس مش اكتر. انما لو اتاكر، ممكن مثلا انا عارف ان انا هجيب اي بي من هنا بس، يقوم يقول لك مثلا لا انا هعمل ال اس مثلا. ال اس كده دوت يعني عرض كل الحاجات اللي موجوده في نفس الدايركتوري دوت، اللي موجوده في نفس الدايركتوري اللي هو الداشبورد. ففي الابلكيشن دوت اتش تي ام ال، الداشبورد نفسها، الهاشنج، حاجات زي كده. فهو يقدر يجيب حاجه زي كده، مثلا ممكن يعمل ماك داير لحاجه معينه. في يعني اسوأ من كده كمان، يعمل دبليو جيت مثلا، ل دبليو جيت مثلا من موقع اتش تي تي بي مثلا، ايفل ويب سايت دوت كوم، ومثلا اي حاجه مثلا ادمن فايندر مثلا دوت بي اتش بي، ايا كان اسم شيل مثلا. والشيل دوت هينزله جوه مثلا، هيعمل ماك داير، يعمل دايركتوري، والدايركتوري دوت هيعمل دبليو جيت دوت، ينزل في الدايركتوري. فطبعا الدايركتوري اللي موجود عندك دوت دايركتوري مش هتعرف تشتغل عليه، معلوش اكسس، فمش هي الموضوع مش واقف عند كده. فبيعمل شمود ويقوم يغير الاكسس بتاعت الشيل، او يغير الاكسس بتاعت الدايركتوري كله. وبعد كده بقى عنده يعرف يعمل اكسس على الشيل بتاعه، يخش على الشيل، وزي ما شفنا من في التوتوريال مش فاكر تقريبا بتاع الانكلوجن، لما شفنا سي 99 بيقدر يعمل اي حاجه، كانه معاه فايل ابلود، اي حاجه يقدر يعملها من عن طريق الشيل دوت. في كذا شيل طبعا، وخصوصا ان الريموت كود اكسكيوشن سهله جدا انك تتعامل معاها، يمكن تقريبا في دقيقه ممكن تجيب الموقع، مفيش اي مشكله فيها. دوت بيحصل عشان خاطر مفيش اي فلتره على الاتاكر ممكن يكتبه. يعني مثلا خلينا نبص مثلا في الميتري دي، يعني دلوقتي انا كاتب هنا اهو ان اي حاجه ان الاتاكر هيكتبها او اليوزر هيكتبها هيتعمل لها اكسكيوشن. في مثلا واحد تاني بيقول لك لا انا هعمل كده مثلا ال اس مثلا، او مثلا بينج دوت للشيل. فكده انا حكمت على اليوزر ان او الاتاكر ان هو اول حاجه لازم يعملها هو البينج دوت. فبالتالي الرقم اللي هو هيكتبه انا هعمل عليه بينج، هيكتب ال اس مثلا هعمل عليها بينج، فانا كده قفلت عليه. بس دوت مش كافي، يعني مثلا خلينا نروح هنا ونقوم نعمل مثلا 192 زي ما احنا ماشي، نقوم نعمل لوك كده
هو فعلا مش عارف يعمل كانت فايند، مش مشكله، بس المهم ان هو ايه، ان هو بيشوف السيرفر والادرس وكلام زي كده. لو رحت اشوف السورس بتاع الـ بتاع الهوست بتاع الميوتري دي بتاع واسب، نبص هنا في الشيل اكسكيوت تقريبا تحت، هنا اهو، اه هنا اهو، ان اس لوك اب دوت الكوماند اللي بيعمله دوت التارجت هوست، التارجت هوست اللي هو انا بكتبه هنا، فمعناها ايا كان اللي انا هكتبه مش هقدر، مش هينفع، ما يعديش على ان اس لوك اب. طيب فانا مثلا لو عملت كده هلاقي ان انا طلع لي فعلا التوزيع ايه بالظبط وحاجات زي كده. ده ايه اللي حصل بالظبط؟ خلينا نرجع تاني نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل هنا ايه، ان دلوقتي انا نهيت اللي الاتاكر اللي البروجرامر عايزه، الاي بي بتاعي اللي هو هيعمل عليه بينج، وبعد كده قمت قفلتها بسيمي كولون كده، قفلت الكوماند ده خالص، وبعد كده قمت كتبت يو نيم بشتغل الكوماند تاني. يبقى كده معناها افهم من كده ان اول كوماند هو الكوماند الاجباري اللي انا هكتبه طالما البروجرامر عمل حركه البينج ديت. بس طالما انا عملت طالما انا عملت سيمي كولون انا كده قفلت الكوماند اللي هو كاتبه، وبكتب الكوماند بتاعي. ونفترض ان في حاجه بعد الكوماند دوت كمان بتحاول تعمل فلتره، او مثلا بتحاول تقفل مثلا على اللي انا بكتبه دوت، ممكن اعمل كده زي الانجكشن بالظبط، بعمل كومنت للريست اوف ذا ستيتمنت، بشيل الكلام دوت. فبالتالي عشان خاطر او اعمل اوقف حاجه زي كده لازم اعمل ايه، لازم اعمل فاليديشن. يعني مثلا لو انا فكرت اعلي السكيورتي هنا، خلي سكيورد مثلا، ونفكر بقى نرجع تاني زي ما كنا بنعمل من شوية. كنا كاتبين مثلا يو نيم ايه مثلا، هو كمان كاتب ال، ماشي مش هترضى يعني. هنا شوف بيقول لك ايه، ampersand and semicolon aren't allowed. ماشي، يبقى كده معناها ان هو مفلتر على حاجات معينه، مستني منك تكتب حاجات معينه. طب ما تخلينا كده نبص في السورس، نبص في السورس هنا لما بيكون مثلا الهنت مثلا يكون نمبر 5 سكيورد. خلينا نشوف، انا مش عارف دوت ليفل كام، بس هو دلوقتي عامل بريك ماتش، عامل بريك ماتش اي بي فيرجن 4 على اللي الهوست هيكتبه. فطالما كتب اي بي فيرجن ده معناه ان هو ايه، مستني منك انك تكتب كده رقم دوت مثلا، رقم دوت، رقم دوت، وهكذا. فهو مستني منك كده. وممكن فيرجن 6 برضه تكون بتكتب مثلا 127 لوكال هوست بتاعك تكتبه بالمنظر دوت، وهكذا. دوت طريقة بالبريك ماتش. في طريقة تانية ممكن تعملها، تعمل سكيب شيل ارجيومنت او سكيب شيل اس سي ام دي. طبعا في فرق بينهم، بس احسن لك تشتغل سكيب شيل ارجيومنت. طبعا هنقول الفرق بين الاتنين، بس لو انا مثلا حبيت اضيف على حاجة زي كده انا ممكن اكتب سكيب شيل ارجيومنت تحت هنا للاكسكيوشن اللي بيعمله هنا اهو، تبقى مثلا هنا اهو سكيب شيل ارج، شيل دوت خالص بس. فبالتالي انا كده دلوقتي عرفت افلتر على الكلام ده. لو فكرت بقى اعمل الكلام دوت تاني زي ما انا كنت بعمل من شويه، مش هيرضى يعمل، مش هيرضى يعمله. ليه؟ لان هو عمل سكيب للحاجه اللي انا بحاول اشتغل بيها ديت. طيب خلينا بقى نفهم يعني ايه سكيب شيل ارجيومنت، وخلينا نفهم يعني ايه اكسكيوت، والفرق بين اكسكيوت واكسك وشيل اكسكيوت. طيب خلينا نشوف الاول سكيب شيل ارجيومنت. سكيب شيل ارجيومنت ايه اللي يهمني فيها كلها؟ انها بتعمل بتحرص ان تخلي الستيتمنت اللي انت هتكتبها ستيتمنت واحده، مش هتعرف تعمل انجكشن. يعني هتكتب مثلا 192 بتعمل بينج على كده مثلا، مش هتعرف تعمل كده. هي عارفه ان في، بتبقى عارفه ان في ستيتمنت واحده اهي وكده، السيمي كولون دي معناها ان في ستيتمنت تاني جايه. هي بتعمل ايه؟ تقوم تفلتر الستيتمنت ديت بحيث انها تنفذ ستيتمنت واحده اللي هي اول ستيتمنت اللي هي اجباري عليك، والباقي ما بتنفذوش، بتفلتره ما بتنفذوش. دوت المهم في السكيبش الارجيومنت. طبعا هي بتفلتر الحاجات ديت السيمي كولون والكلام دوت، بس اهم حاجه فيها انها بتنفذ الستيتمنت واحده اللي هي اول ستيتمنت اللي بتخلي البروجرامر بيجبر الاتاكر او اليوزر ان هو يعملها. طيب هي بتحط سنجل كوتيشن
على السترينج اللي عليه كوتيشن او اللي عليه كوتيشن. وبعد كده طبعا الحاجات دي ممكن تتحط جوه الاكسكيوت او السيستم. خلينا نشوف مثلا مثال اللي هو عاملينه سيستم ال اس سكيب شيل ارك، دي الحاجه اللي هو كده زي كنا لسه عاملينها من شويه في الكوماند اكسكيوت. طيب السكيب شيل سي ام دي بتعمل اسكيب لكذا كاركتر، دي الحاجات اللي بتعمل لها اسكيب، بتعرف تبدلها بعلامه مثلا اللي هو البيرسنت، وبرضه بتعرف تغير مثلا علامه السبيس لو هو مثلا في الويندوز وحاجات زي كده. طبعا برضو بتشتغل مع الاكسكيوت والشيل اكسكيوت والسيستم. طيب الفرق بقى بين الاكسكيوت والشيل اكسكيوت. طيب لو انا دلوقتي يعني دلوقتي لو شغال هنا في ال دوت هنا، خليني افتح تيست دوت واشيل شيل اكسكيوت. خلينا اشيل شيل اكسكيوت واشيل واخليها اكس بس كده، واروح اجرب وبلايزر. طيب لو انا جربت اعمل شيل كده نرجع تاني بس. طيب ملاحظ ايه؟ ملاحظ انها بتجيب حاجة واحدة، ودوت الفرق بين او مش بتجيب حاجة واحدة، بتجيب اخر حاجة او اخر لاين موجود في الداتا اللي مبعوثه. انما الشيل اكسكيوت بترجع لك كل حاجه موجوده، انما الاكسكيوت بترجع لك اخر نتيجه بس. فلو انا شغال مثلا بحاجه محتاجه سطر واحد زي مثلا اف كونفج مثلا، او مثلا بينج مثلا شغاله بتجيب اي بي مثلا معين، اي بي واحد مثلا زي مثلا ريموت اذر بكتب مثلا 127 وحاجات زي كده، فالحاجات ديت لما بتتكتب بتظهر في سطر واحد، هو ده اخر سطر بالنسبة للاكسكيوت، هو اخر سطر، فعشان كده هتظهره كله. بالنسبة لشيل اكسكيوت هو سطر واحد اللي مكتوب، فبرضه هتظهره هو برضه. فبالتالي لو تكتب سطر واحد او النتيجة اللي هتطلع سطر واحد، مفيش فرق بين الشيل اكسكيوت والاكسكيوت. برضه نفس الموضوع السيستم، الفرق ما بينها وما بين الاتنين دول ان انت لما بتيجي بتعوز تجيب حاجة مثلا، الحاجة اللي انت بتجيبها ديت ما بتعرفش تعمل عليها كاستمايزيشن. غالبا الحاجة اللي بتيجي ديت بتكون مستخدمة انك بترجع الحاجة ديت اوتبوت بيكون تكست بس. دوت الفرق. اعتقد بكده عرفت ازاي تعرف تعمل اسكيب شيل ارجيومنت. الحاجه دي يعني ده مهمه جدا لو هتشتغل، لو هتشتغل شيل اكسكيوت لازم تعمل موضوع زي دوت. لو هتعمل مثلا جيت في الداتابيز وهتعمل اكسكيوت مثلا لحاجه بترجعها من هنا اهو، ما تنساش تعمل الشيل ارجيومنت عشان خاطر حاجه زي كده برضو، ان الشيل ارجيومنت بتيجي في الجيت وبتيجي في البوست مفيش اي مشكله. اول ما بتشتغل شيل اكسكيوت لازم تعرف ان في حاجه اسمها شيل ارجيومنت لازم تحطها معاك، ديت حاجه مهمه جدا. ما تقوليش اتش تي ام ال انتيتي وحاجات زي كده، لا، هي الشيل اكسكيوت هي اللي محطوطه للريموت كود اكسكيوشن، ديت ثغره نادره انها تبقى موجوده اصلا، فعشان كده ما تديها يعني ما تخلاش تبقى موجوده عندك في الموقع. لان الثغره ديت لو اتحطت في الموقع تقريبا في ظرف دقيقه او دقيقتين الموقع هيكون مخترق وهيكون ممسوح او ايا كان، هيكون تحت سلوك الاتاكر اللي جاب منك الموقع دوت. فعشان كده لازم تكون حاطط الشيل اكسكيوت دوت. اعتقد التوتوريال كان بسيط، وبكده يكون انتهى التوتوريال دوت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.